عميد الأندية، أبطال آسيا، وحوش الملاعب والنمور، كلها ألقاب يتغنى بها عشاق ذلك النادي الثمانيني المسمى الاتحاد. إلا أن المشهد الآن يختلف ولا نرى فيه اتحاد، خلاف مستمر وفريق ينزف بلا طموح. نزعت منه روح الاتحاد، والإخفاقات أصبحت العنوان الرئيسي لذلك البطل المرعب. الرئيس رحل بعد غليان المدرج، والمطالبات مستمرة برحيل ما تبقى من مجلس الإدارة، والإدارة ترد من البديل ومن الكفيل بسداد الديون الذي تراكمت على ذلك النادي العتيق. لا تحركات من كبار الاتحاد وأعضاء الشرف، وهيئة شرفية لا تتفاعل لتغيير الواقع المؤلم. والمدرج الشمالي الحزين يردد: الكل صابر مهما طال الانتظار، ولكن إلى متى؟ والاتحاد يرد: ماذا تفعلون بي؟ تتراكم المشاكل وتتعقد الأمور والحلول، والوقت يمضي، والاتحاد إلى أين؟